متابعينا في كل مكان نحييكم ونرحب بكم متواصلين وإياكم مع انطلاقات هذه الأمسية الحاضرة على هذه على هذا الميدان وهذا المنبر الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه من منافسات وتحديات بطولة الكويت السنوية 22 التي تحظى برعاية سامية من سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى من كل شر ومكروه. تاسع أشواط هذا المساء ضمن انطلاقات ومنافسات سن الحيل والزمول انطلق الشوط التاسع شوط الحيل من مسافة 8 كيلومترات وتحديات شعارات أصحاب السمو والسعادة متواصلة هنا وانطلاقات هذا الشعار بداية مع المقدمة ومع الصدارة شعار هجن الشحانية الذي حضر حضور مميز في هذا المساء شعار الأدعم وهذه المؤسسة العملاقة الحاضرة في هذا التحدي وفي هذا المساء مساء ما قبل الرموز يحضر هنا شعار هجن الشحانية وبقيادة من يحضر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل ليقدم لنا الهدى وانطلاقتها مع الصدارة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هجن العاصفة الشعار الملكي حاضر في هذه الانطلاقة مع الشاهينية في مركز الوصافة متواجد هذا الشعار القادم من دانة الدنيا دبي. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء متابعين في كل مكان الحضور من قبل شعار هجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا الزبارة مع المركز الرابع. المركز الخامس خامسا هنالك الحضور من قبل منوى الحاضرة في هذا التحدي في هذا المسار منطلقة بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر فرام بن محمد بن قريع المري من ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى الصدارة إلى المركز الأول إلى الانطلاقة الأولى شعار هجن العاصفة حاضر بكل قوة مع الصدارة شعار العاصفة راعي تكريم هذا الشعار شعار العاصفة الغني عن التعريف هذه المؤسسة العملاقة التي تحضر في هذا المساء مساء ما قبل الرموز تطمن جماهيرها بحضورها الممتاز نعم وتجهيزات نعم مساء الغد مساء الختامي في نعم في هذه البطولة السنوية الغالية على قلوب ملاك الهجن. المركز الثاني ثانيا هنالك التقدم من قبل الهدى ومن واقع شعار هجن الشحانية او هنالك الزبارة عفوا الزبارة هو البرنس يحضر مع المركز الثاني وكذلك مع المركز الثالث ليقدم لنا هنالك الزبارة وصيفة للشاهينية في هذه اللحظات وكذلك يدعم الموقف ويقدم لنا ورقة اخرى في هذه الانطلاقة مع الهدى على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الوطن بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من ينطلق مع المركز الرابع ولكن سرعان ما تسلل في هذه اللحظات شعار هجن الشحانية أيضا وبقيادة المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريع المري صامل المضمرين يحضر مع انطلاقة شعاره ويقدم لنا منوى هي الحاضرة في هذه اللحظات مع تحديات هذا الشعار. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان. عودتنا وإياكم إلى المقدمة إلى الصدارة إلى المركز الأول شعار العاصفة مؤسسة العاصفة حاضرة تنطلق في هذه اللحظات مع الشعار الملكي الحاضر مع الشاهينية والدماء الشاهينية الغنية عن التعريف ماركة شاهين الغنية عن التعريف التي تحضر دائما وأبدا بحضور مميز وكذلك غياث الهلالي مع
من يقود لنا انطلاقة شعار هجن العاصفة مع المركز الأول والانطلاقة الأولى لتقود لنا هذا المسار. وفي هذه اللحظات تنتصف المسافة مشاهدين متابعين في كل مكان، انقضت 4 كيلومترات وتبقت 4 كيلومترات أخرى، وما زالت الشاهينية ممثلة لهذا الشعار، ممثلة لهذا الشعار الكبير، حاملة على ظهرها شعار هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. المركز الثاني مشاهدينا الكرام شعار هجن الشحانية، هنالك الزبارة هي الحاضنة في مركز الوصافة، الزبارة بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري، من ينطلق ثانيا مع انطلاقة هنالك الزبارة الحاضرة في مركز الوصافة، وكذلك الهدى تحضر مع المركز الثالث، المركز الثالث مع الهدى بنفس الشعار شعار الشحانية وبقيادة البرنس بن عقيل، ليقدم لنا ورقتين في هذه اللحظات خطيرتين. المركز الرابع وصلت الوسمية، وصلت الوسمية بكل قوة بكل خطى ثابتة، شعار هجر الشحانية وبقيادة الذهبي بن فران يحضر مع المركز الرابع وبتحديات شعار هجر الشحانية، وهنالك سالم بن جابر بن فران يقود لنا الوسمية وتحدياتها واندفاعها الممتاز، تتدخل بدورها في هذه اللحظات وتتسلل إلى المركز الثالث. المركز الخامس الحضور من قبل الوطن الحاملة للرقم 1 سجيل، عفوا سجيل هي الحاضرة هي القادمة بكل قوة، حاملة للرقم 1 طامحة بالرقم 1 بشعار هجن الشحانية والقدوم مع هذا المضمر الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، من يقود لنا انطلاقة سجيل مع المركز الخامس. عودتنا إلى البداية مشاهدينا الكرام، إلى التغييرات التي طرت وجرت هنالك في ركب المقدمة في الصدارة الأولى، أرى هنالك نعم الهدى في الصدارة تقود لنا الكتيبة، تنفرد بهذه الانطلاقة الممتازة، تنطلق مع الصدارة والمقدمة، ولكن الوسمية بمقربة من الهدى تحضر في مركز الوصافة مع الشعار العنابي، هنالك الحضور من الوسمية في مركز الوصافة، الصدارة مع الهدى وأيضا الوصافة مع الوسمية بنفس الشعار وباختلاف المضمرين برنس المضمرين، وكذلك الذهبي يقود لنا الوسمية مع المركز الثاني. نقلتنا مشاهدين الأعزاء متابعين في كل مكان لشعار هجن العاصفة الحاضر مع المركز الثالث، الحاضر مع المركز الثالث، والشاهينية هي الممثلة لهذا الشعار الكبير بقيادة المضمر غياث الهلالي، من يقود لنا اندفاعة الشاهينية مع المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء التقدم من قبل الزبارة الحاضرة، الحاضرة بهذه الانطلاقة الجميلة بشعار هجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري، من ينطلق رابعا في هذه التحديات. والمركز الخامس القدوم كذلك من شعار هجن الشحانية القادم الشبل، يقود لنا انطلاقة سجيل جابر بن سالم بن فران المري، كذلك شعار هجن العاصفة قادما مع المركز السادس والسابع مدعما الموقف في هذه اللحظات، طامحا بهذه النقطة الثمينة في ختام أشواط هذه الأمسية، المساء الذي يبين لجماهير هذه المؤسسات وملامح الختام قد نعم تبان في هذا المساء، مساء ما قبلها ما قبل ختام هذا المهرجان وهذا الكرنفال الغالي الذي يحافظ على رياضة الآباء والأجداد، رياضة الهجن العربية الأصيلة. المنعطف الأخير كيلو ونصف الكيلو هي التي تفصلنا عن خط النهاية يا الذهبي، من يقدم لنا الوسمية مع الصدارة والمقدمة؟ هنا جابر بن سالم بن جابر أو سالم بن جابر عفوا سالم بن جابر بن فران يقود لنا الوسمية مع الصدارة مع انطلاقة هنالك
هنالك شعار هجن الشحانية يتقدم في الصدارة والانطلاقة الممتازة، ولكن البرنس حاضر في مركز الوصافة مقدما لنا انطلاقة الهدة. جار الله بن محمد بن عقيل قادم مع المركز الثاني. بو محمد حاضر يقدم لنا الهدة الحاضرة في مركز الوصافة. المركز الثالث سجيل هي القادمة بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن فاران قادم بكل قوة، كذلك شعار هجن العاصفة حاضرا مع المركز الخامس والسادس والسابع مدعما للموقف طامحا بهذا الانتصار الغالي. ولكن 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 الوسمية بدون أي أوامر بدون أي تحريكات بكل ثقة بكل خطى ثابتة تحضر مع شعار هجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فران من يقود لنا انطلاقة الوسمية. ولكن الهدى ثانيا الهدى والوسمية والهدى بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات حرك الذهبي الوسمية، ولكن الهدى انطلقت إلى المقدمة انطلقت إلى الصدارة بدون أي تحريكات بدون أي أوامر. العصا كانها تسلم على الغالب الأصيل، سلام يا لبرن سلام. ولكن الوسمية مع المركز الثاني، الوسمية الهدة الهدة اللحظات الأخيرة، الناموس شحاني ما بين البرنس ما بين الذهبي والبرنس البرنس الهدة. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية وللمضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان الوصول من الوسمية بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل سجيل بشعار هجن الشحانية وبقيادة جابر بن سالم بن جابر بن فاران. والمركز الرابع مشاهدينا الأعزاء الشاهينية بشعار هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، والمركز الخامس الزبارة لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن جابر بن فاران البري. شاهدنا وإياكم نعم منافسات هذا الشوط، شوط الختام في هذا المساء، الهدى والمنافسة حتى الرمق الأخير، ولكن الهدى من كان لها نصيب الأسد وعبرت خط النهاية بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 37 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الوسمية بشعار الشحانية وبتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 37 ثانية 89 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور من قبل سجيل بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر الشبل جابر بن فران بتوقيت زمن وقدره 12 دقيقة 42 ثانية 92 جزءا من الثانية. تهانينا والمبروك لجماهير مؤسسة هجن الشحانية، والتهاني والتبريكات لجميع الفائزين في هذا المساء. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نهني جميع الفائزين في هذا المساء، مساء ما قبل الختام. تشاهدون وإياكم هذه اللقطات من على أرضية الميدان، وكذلك لائحة شرف الفائزين أسماء الفائزين في أشواط هذا المساء. التوقيت الزمني الأفضل كان من نصيب حشيمة من مثلت شعار هجن الرياسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 24 ثانية 86 جزء من الثانية. نهني جماهير هجن الرياسة وجماهير هجن العاصفة وجماهير هجن الشحانية كذلك على هذا الحضور المشرف في هذا المساء. قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا المساء.